فما جوار حبيت نعمل معاه انترفيو لانه فيش ثروه الشهره نتاعو. مشيت له الباردو في الكار، كل مره ما نلقاش يقولوا لي راهو يخرج بكري، يمشي ما نعرفش شنو يعمل سبور وبعد يمشي يترينا صباح وعشي، راهو يخرج بكري برشا. جيت ثمانية ما خلطتش عليه، جيت ثمانية ونص ما خلطتش عليه، جيت سبعة ونص ما خلطتش عليه، برشا مرات راهو نمشي ونجي في الكار وحالتي حليله، يعلم بيا ربي ومصروف ما عنديش فلوس انا وقتها بيجيست، صرت حتى ما نخلصش نكتب بلاش. جيتو أما مرة خرجت الستة نتاع الصباح، لا قبل الستة وصلت له الستة نتاع الصباح، خرجت الفجر باش نخلط عليه خاطر نحب نعمل معاه انترفيو. الانترفيو هذاك بما أنه جوار كبير ومشهور ينجم أنا يشهرني معاه حتى شوي، الخطوة الأولى على الأقل يهزني معاه لك شهر. السبعة غير ربع نتاع الصباح ولا السبعة نشوف فيه خارج. جيت نجري باش نخلط عليه هكا عمل لي شطر خزرة، عنده بي ام خضرة وقتها بي ام دبليو في موضة، طلع وحقرني خويا سامحني كذا شافنيش بقى خزرة كحرة ومشى. عاودت جيت قلقته المرة الثالثة وقف قال ليش تحب عندي ماشي جاي مو لاباس، قلت له انا راني معناتها بيجيست صغير ما زلت نحب ننجح في الصحافة ومغروم بالجريدة وراه نحب نعمل معك انترفيو. الانترفيو هذا نجم يكون عنده دور كبير في حياتي، نحب نعمل انترفيو مع المشاهير وانا ما يعرفني حد وزوال راك تشوف فيا لبس جلاك انا وقت فهزني وحبني هكا قال لي ما نعملش انترفيو انا شاك حتى اللي انت صحافي ولا انت كذا ما نعملش. قهرت قهرت انكسرت صار لي انكسار هبطت راسي قلت له اوكي ميرسي. خذيت الكار تاثرت برشا لانه الحجره مش باهي تعرضنا لها برشا مرات هيك حبيت نمركب بونتو كما هو مركب برشا بونتوات هيلي. قهرت قهرت الكلمه صحيحه اني صارت لي انكسار قهره كرامتي واحد كذا. خذيت الكار وروحت بعد ما قديش من مره في الاخر يقول لي كيكه ويعمل لي كيك. دارت الايام والاعوام كما تدور الايام ويدور الزمن وانا قاعد في قهوه في المنزاسيس ونخزر له داخل هو اعتزل الكوره وبعد وتنسى شوي ولكن يقعد نجم معناها جاني نشوف فيه جاني قعدت شبيه جاني جا سلم علي على السلامة سافا قلت له مرحبا اخوي قال لي عرفتني وين نعرف ماهيش تو كان جواري المفضل قلت له لا ما عرفتكش وجهك وش غريب علي قال لي انا اسمي فلان فلان